أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تأتي. لسان حال الأنيق الذي واجه نفط البصرة بعد انقطاع قسري للدور الممتاز، فرض أبناء الجنوب كلمتهم في جزء اللقاء الأول، تمكنوا من التسيد بالنتيجة لينتهي بهدف نظيف على حساب أصحاب الدار. وانطلق شوط المدربين، وكان لخلف رأي آخر بعد محاضرته لطلبته التي نجحوا فيها من تعديل الحال. وحتى الاجتهاد لينقلب الأمر على أبناء الفيحاء، وتترجم المناظرة في النهاية للطلبة بهدفين لهدف واحد. بعد التوقف اللي صار أكثر من 21 يوم أكيد يصير مرات انخفاض بالرتم ويعني عدم التركيز، بس الحمد لله والشكر ضيعنا أكثر من 3 أهداف بالشوط الأول، أيضا بالشوط الثاني، لكن الله وفقنا بالشوط الثاني بعد إجراءات تعديلات للكادر التدريبي، خاصة بعد تعادل الكهرباء رجعنا اليوم بالفوز هذا للمربع. لسه قدامنا 5 مباريات نحاول إن شاء الله نوصل الأبعد حد في الدوري. أنت تعرف مرتبة مشرفة تكون هذا فريق كبير وجمهور كبير، إن شاء الله الجاي يكون أحسن. فريقنا كان صراحة يعني متسيد المباراة حتى في الشوط الثاني، يعني حصلنا أكثر من فرصة لحد آخر دقيقة، احنا حصلنا زجينا مهاجمين وحصلنا فرص، لكن صارت مسألة عدم توفيق في كرتين فقط، طلبة ما وصل أهداف يعني يمكن حصل 3 فرص 4 فرص، لكن فريقنا مش سيد المباراة. الشوط الثاني يعني شيء طبيعي يصير عندك رجوع، وجاي تلعب بملعب الشعب وضد فريق جماهيري كبير ببغداد، اضافة احنا يعني عندي محافظات يعني بعيدة بصرة ولا الشمال نعاني من هذا الموضوع. الدوري صار يعني راح يصل له 11 شهر، يعني صار جهد على اللاعبين، جهد عضلي بدني نفسي كل شيء من كل الانواع، يعني اخطاء فرديه احنا اللاعبين نتحمل الخساره ومباراه الجايه نعوض. الطلبه يظهر بكامل اناقته ويجتهد في الامتحان امام الضيف بعد خطفه نقاط المواجهه ليعتلي على الكهرباء بسلم الترتيب. من بغداد انور صباح، العراقيه الاخباريه.